مجزرة إسرائيلية جديدة بحق النازحين الفلسطينيين، هذه المرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. فجر اليوم استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية هذه الخيام، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الفلسطينيين والجرحى، بالإضافة إلى حرق أكثر من 30 خيمة. كما تشاهدون حجم الدمار والخراب الذي لحق بهذه الخيام، هذه الخيام المصنوعة بإمكانيات بسيطة من قطع القماش والنايلون يتم استهدافها بأكثر من 4 صواريخ، الأمر الذي أدى إلى حجم الدمار الكبير. كما تشاهدون طعام الأطفال وهو عبارة عن معلبات، بالإضافة إلى المقتنيات البسيطة والملابس، كل ذلك تم حرقه نتيجة هذا القصف الذي طال خيام النازحين. الساعة 3:30 في الليل ما بنتفاجئ إلا صواريخ ترمي علينا على المخيم، فأنا وجدت نفسي يعني على باب الخيمة، فاطمنت على زوجتي وعلى بنتي وعلى أولادي، الحمد لله يعني بخير. فطلعت على اساس اشوف وين الاصابات يعني عشان انقذ الناس يعني، فلقيت اطفال واشلاء يعني جيراننا هذول، صاروا احنا عايشين 9 اشهر، صح مش قرايبي ولا بنعرفهم، ان عايشين مع بعض 9 اشهر، وكنا حاسين انه هذه المنطقه امنه. يعني انا الضرب اللي فاتت في مستشفى شهداء الاقصى ابني استشهد فيها، وهي اليوم يعني اطفال وطلع زي المجزره يعني، طلع هاي بقايا الصواريخ تبعت الإسرائيليين. طب هذه لما بتيجي بطفل صغير إيش عمله الطفل الصغير عساس هو يضرب الساعة 3:30 في الليل وهو نايم؟ إحنا نايمين ويعني في أمان الله، ما لقينا الصاروخ الأول والثاني إلا، وكل الخيمة تنهد علينا باللي فيها بالأطفال. إحنا هنا أسرة مكونة من 29 فرد بالخيمة، لقينا الإشي اللي انجرح واللي إشي تعور واللي اتصاوب، والحمد لله يعني إشي يعني نايم في أمان الله. بتلاقي أنت ضاربين صواريخ في مكان آمن، وإحنا بنفتكر إنه هنا المكان آمن، مستشفى شهداء الأقصى، ونازحين يعني نازحين آمنين في الله، والخيام إنها تمزعت وكل الأغراض ما ضلش عاد في أي خيام، زي هلقيت عايشين قاعدين إحنا زي ما أنت شايف في الخلاء. فوق 30 خيمة بسبب الضربة القوية، يعني ما بتتحمل الضربة، يعني الخيم كلها ما بتتحمل الضربة اللي انضربتها. ترويع للأطفال والنساء، وإحنا كمان ترويع إلنا يعني للموجودين، إنه إحنا قاعدين آمنين هنا يعني في خيمنا، يعني الكل قاعد آمن إنه هنا ما فيش استهداف. فتفاجأنا إنه الضربة تكون من جنبنا يعني جنب الخيام، خيمة بعيدة عن الثانية. لا مكان آمن في قطاع غزة، وهذا ما يؤكده الجيش الإسرائيلي الذي يستهدف النازحين داخل أسوار المستشفيات التي هي محمية بموجب القانون الدولي والإنساني. ومعظم هذه العائلات فقدت منازلها وبيوتها، واليوم أيضا تفقد خيامها، ليصبح مصير العشرات من هذه العائلات النازحة في الشارع دون مأوى ومأمن. من ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، عامر الفرة، اليوم قطاع غزة.